نبارك لاعبنا كويلار الهلال، الحمد لله لاعب كبير، ونشكر فهد بن نافل على هذا اللاعب. احب اللاعب هذا، يعني تعبنا يلا جبنا على اللاعب هذا. سعيد جدا بتواجدي وقربي من النادي، أتمنى أن نفرح سويا، وأنا سعيد جدا بهذا الاستقبال. تركت أفضل ناد في أمريكا الجنوبية للانضمام لأفضل ناد في آسيا، وأتمنى أن أستمر طويلا وأحقق النجاحات. تحياتي للجميع.